ياسر. ايوه شوف الجيم ده لعب ورايا ده لاستر يا ممتاز يا ممتاز نينجا ما كنت بريت بركض دي اه مولا يا نهار ازرق ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بصوا يا شباب النهارده هنتكلم عن سنايبرين والشوتجن الريكليمر. للاسف هو سلاح حاليا بروكن واللعبه ما فيش اي جديد ان هي تعمل له نرف او اي حاجه، مش عايزين يضعفوا السلاح ده خالص او حتى يوقفوا الكونفرجن كيت دي عشان خاطر ما حدش يستخدمها. انا مش فاهم ليه. هتقدر ان انت لو لغوها تقدر انك تستخدم الشوتجن اللي هو العادي اللي هو اصلا محتاج سكيل عشان خاطر تلعب بيه. فانا لحد اللحظه دي مش فاهم هم مستنين ايه الصراحه. انا مش فاهم، اللعبه بقت رخمه اللي هو انا بخش يلعب بشوتجن يا هتقتل بشوتجن. انا في كل الحالتين لازم شوتجن، انا مجبر ان العب بشوتجن ليه؟ فالموضوع الصراحه رخم في كده، الواحد عايز يرجع يلعب باس ام جيز والحاجات دي تاني، مش عايز العب بشوتجن. بس فمش هطول عليكم يا شباب، تعالوا نخش على اللود اوتس على طول. طب يا شباب ده اللود اوت بتاع الريكليمر ان شاء الله. هنحط الكونفرجن كيت، هنحط الرير جريب الاولى، هنحط السوبريسور ده الاس اس دراجون دي اكس، هنحط الليزر اللي اسمه ستوفل تاك ليزر دراجون بريث. بالنسبه لللود اوت بتاع الكار، هو بصوا يا جدعان هو سلاح خفيف ولكن مش احسن سلاح في اللعبه بالنسبه لي، يعني مش احسن سنايبر. سونيك سوبريسور، هنحط البر الاخيره، هنحط الهاي جرين، هنحط الريكون سلينج والاوبتيك المناسبه ليك. انا بلعب بالاس بي اكس 80. طب يا شباب ده اللود اوت بتاع الام سي بي ار، تاني افضل سنايبر في اللعبه دي بالنسبه لي. السلاح ده وان شوت من اي مسافه، شرط انك تكون حاطط له الاكسبلوسيف. يبقى اول حاجه الامينيشن اكسبلوسيف، البولت هنحط البولت بتاعت السبيد، هنحط الكرونين شيتا، هنحط ال 22 البارل 22 او ام اكس والسونيك سوبريسور. بركات فيديو النهارده ان شاء الله، ماونتينير سلايت اوف هاند كويك فيكس وفليكس. طب يا شباب ده كده كان لود اوت فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واي حاجه عايز تعرفها سيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. الحمد لله يا جماعه وصلنا لحاجه كويسه جدا، وده بفضل ربنا وبفضل وقوفكم جنبي. كل اللي عايزه منك انك تعمل لايك علشان خاطر اليوتيوب يزق المحتوى بتاعي ان شاء الله، ونقدر ان احنا نكبر العيله بتاعتنا باذن الله. اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. طب يا شباب لما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه عندك، على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له القطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما، يعني اقرب سيرفر ليك علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجه اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمه دي شو ريجنال عشان يقول لك التوقيت، وبتختار التوقيت اللي بيكون متاخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على لوبيز مثلا بتبقى اخف شويه عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجه بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتاثرش. تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست، ممكن تختار اف بي اس بوست ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم، كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود سي اكس سي 30، هتعمل ريديم هتاخد 30، تاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربه، في ممكن تجربه لمده يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع على الفيديو. هدف في انت بتتكلم بجد؟ التكسير ده كله يروح. يلا 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 تي تي زي، ها خدت بالك تي تي زي دي؟ بيبوشك عندكم طالع من ورانا تحتيكم بنصيد يو اي في از بينجو فيولي انمي
يا نهار ازرق عشان منك. تعاكم الجمال التالية ولا ايه يا لورد؟ لا اله الا الله. جامد يا اسطى والله. انا بلعب مع ناس ديف ناس ما ناس صماء. يا ابني خف يا احمد ليه تتريق على المعاقين يا عم؟ تنزل تحت يا عم، انزل تحت يا عم، انزل تحت. انا معاك ونازل بحط بس ياسر. ايوه الجيم ده لعل ورايا ده لاست يا ممتاز. مين جابك دي بريس؟ برقدي اه بقولك يا نهار ازرق. يا دين النبي فاد على الوتر تاور هينزل. انا بوش عليهم كيم كده. يلا 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 وكذا واحد. في صوت بتضرب منين؟ طيب كلمني اي حاجه. ماشي يلا باي. يلا يلا حاول توقع واحد هشيله. داون لكم برتيجن. يلا عليهم يلا روح. لا زوك لا زوك لا زوك اول واحد. يلا سمان وخليف لا سلف دبونا لود اوت. لا لا الا الله. ايه يابا في ايه؟ جاي بوشني جاي كبار يا اسطى. الواد جه الواد نام 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 نام. ايوه عاش قوي. رفني رفني يا اسطى. الواد بيبشك عاش قوي عاش قوي. رف رف يا اسطى رف. ماشي جاي لهي. اوه اوه
ضربت عليهم بالفيجون. لا انا عايز اعرف الم لما تنزل بتتفرج يا عم بتفرج ايه مفيش وقت تحت. امسك سطح حتى امسك سطح رف زوف انت امسك سطح بسرعه رفيت زوف خلاص امسك سطح من عندي من هنا بسرعه واحد طلع شقوقه عبد الشقوقه لا 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 وات تو امتى الواد ده وان شوت عندي فوق عندي فوق على السطح جاي لك تعال خد الدرجات بتاعتك سطح سطح اللي فوقيك يعني اه ورانا ورانا لا مش راضي سلايد اهو اهو مش راضي سلايد كنس انا هتيجي بوش انا هاخد اللود اوت فكرة ان في ناس ورانا برا هي 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 شوت العيال جوه العيال جوه جوه البنزينه ماشي ماشي بيرب ده بره 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 نيم داون اخر واحد يا اسطى الواد ده اتعمى يالا خبصت عليه من نظافة انا مش المياوها هنا ديك فرام ديك فرام ده ايس نوع انا متنا بومبا هات اديك سريك بالزبط جوه عندي جوه عندي جوه عندي خلي بالك جوه عندي ده فوق ولا ايه انمي سولجر اه تك ابعد عن فوق نزل نزل في واحد يمين هنا الله ابن هويا الله ابن عايز املك سموك على البتاع دي اه يا ريت والله شكر جدا عبد ايوه بس انت مين انت راجل ايه مشكلة معايا السطح بدور على وات فويا الصح غلط عايز شيلدز معلش 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 حط لها مره ما تبقى كويس هتهدى
ملتهبة. زين نخش زون يس. تعال زون يس. مش في ناس الناحية التانية؟ ماشي يس، تعال زون. ماشي يس الكفر. الوطن اللايت هاوس داون. بس هو بتضرب عليه. انا هاخد الواير. يا بيت مين فوق ده. هات هم عندك يا مان. بس اللي فوق ايوه السبيشالست عم تعال تعال خش الزوم برسيشن برسيشن بص ده انا ناطق بص قد ايه الحالة اموت اوعى يا ابن اخذها اول غاب ابن منين دول يا جدعان؟ الناحية التانية بشونا بيرفع حاجة تاخد الشيل انا سنايب يا واحد واحد وراي بيرفع جدعان شوت شوت جن يا ابني فعلا والله هات لي فلوس هات لي فلوس امسك هاي امسك هاي انا طالع فوق عشان باخد اللي داوت بس تعال يابا اعمل اللي انت عايزه عندك ازوه بدلته المعتوه اللي معانا down راح يرف 3 squads left in the war zone stay alert Marigan!
shotgun bot. You fucking shotgun bot. You are fucking bot. You are fucking shotgun bot. And yet you still die.